انا بعتبر النادي المصري بورسعيد بيتي، والجمهور بورسعيد لما يعمل كده عشاني في كل المواقف وانا اخزله واقول لا لا ما ينفعش. انا جيت وعارف رغم ان انا بقول لك النادي الاسماعيلي بيني وبينه كان يعني خطوه. هقول لك حاجه، كنت هكون فريق والعب بيه لو عامل لي حكيم دلوقتي النادي الاسماعيلي كنت هكسب اي حد. النادي الاسماعيلي عنده عناصر تعجبني بس ما عندوش استقرار. وانا طبعا بعتذر مجلس الاداره والجمهور النادي الاسماعيلي ده، يعني لما تيجي الموضوع مع المصري فما هو الاسماعيلي طبعا بيدينا على راسي، بس كان الموضوع صعب، اختيار صعب. لكن انا باخد النادي الاسماعيلي في حاجه ان الاستقرار مش موجود، استقرار المعنوي والمادي للعيبه للاعبين ما كانش هيبقى موجود. فكنت انا هاجي اللعيبه ان انا عشان خاطر ممكن يلعبوا، لكن مره يلعبوا مره زي ما انت شفت ممكن يقول لك لا مش هننزل. ما كنتش احبها. قلت النادي المصري ناقص عناصر فنيه، انا دارس الموضوع، معلش انا اطول دارس الموضوع، انا بكلمكم باستفاضه لان انا طلبت من المجلس ان انا لما اجي امبارح ان انا اعمل مؤتمر صحفي، فجيت كاميرا واحده بس او حد من الكابتن الاعلام مركز الاعلام صحيح. كنت عايز اوصل رساله بس كنت اتمنى ان انتوا تبقوا موجودين، لكن اتاجلت. رئيس النادي سيد رئيس النادي قال لك لما يجي او الموضوع معروف، وانا احترمت دي، ولكن كنت طبيعي ان انت لازم تعرف تحكي ظروف اللي انت فيها قبل المباراه في كل مباراه. المهم فانا دلوقتي انا رجعت لان ده واجب عليا، لما الاقي حد بيحبني اشيله اموت نفسي عشانه. فجمهور بورسعيد في علاقه حب واحترام اتبنت على احترام متبادل، والروح اللي موجوده عندهم عندي انا وجهازي، انا وابراهيم وجهازي، فالموضوع متشابه متشابه. فاحنا حاجه واحده، وهفضل النادي المصري اتمنى ان انا اكون معاه في السراء والضراء، ولان الجمهور المصري لازم يعني يستحق. انا لعبت في النادي المصري، يعني مش كمان مثلا انا جاي دخيل، انا لعبت مع النادي المصري وعملنا حاجات كبيره جدا، فعارف قيمه النادي. وارجو مجلس الاداره الاستاذ كامل ابو علي عنده قدره وامكانيات. انا قلت للعيبه انتوا معاكم مجلس بيكمل اطار المجالس اللي فاتت، بس هو محتاج ان انتوا تساعدوه ان انتوا تلعبوا تحاولوا نتائج ايجابيه عشان تستفادوا من وجود المجلس الاستاذ كامل ابو علي.